ماشي وحده والموقف ماشي وحده حنا راس الدل والعار. شوفوا 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 شوف شوفوا 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 اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيق تنسيقيه الاساتذه حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم. اذا اليوم حنا عندنا هذا الاعتصام الجزئي الانذاري اللي تنظموه كاساتذه موقوفين وموقوفات طبعا مع حضور بعض المتضامنين والمتضامنات طبعا لتذكير الراي العام بانه مازال عندنا واحد المجموعه من الاساتذه والاستاذات موقوفون عن العمل رغم مرور اكثر من 6 اشهر من البدايه ديال يناير من تقريبا 2 يناير حنا دابا في النهايه ديال جوان وبالتالي 6 اشهر والزملاء والزميلات موقوفون عن العمل رغم انه في هذه الفتره راه داز فيها رمضان داز فيها عيد الفطر عيد الاضحى وهذا الامر هذا تيتطلب مصاريف طبعا الزملاء يعني نتكلف تنتعاونوا مع هاد الزملاء باش لانهم عندهم التزامات عائليه اسريه عندهم وليدات كاين اللي عنده التزامات بنكيه وما الى ذلك ولكن تنقولوا ما يمكنش ندبروا هذا الامر بالتضامن. هاد الناس كانوا في اضراب في اشكال نضاليه احتجاجيه خرجوا في وقفات على خلفيه ممارسه حق الاضراب المفروض من وزاره التربيه المفروض انه يتم تدبير الملف بطريقه حضاريه طريقة ديمقراطية طريقة راقية باش بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي هذا الحوار إلى الإنصات طبعا لهؤلاء الأساتذة والأستاذات هؤلاء المتضررين المتضررات وممكن نعالجوا المشاكل اللي كان داخل قطاع التربية الوطنية وأنا ذاك يعني غادي الناس يرجعوا لمقرات عملهم. للأسف نفاجأ أن هذه الحكومة اللي كانت تقول لنا ديروا النية وحنا ولاد اليوم والخير أمام وحنا جينا من أجل تدبير مرحلة جديدة واللي فات مات ومبداو للأسف تتأكد وتيبان لنا أنه هذا الكلام هذا كان كله مجرد شعارات. هذا الكلام كان تتصرح به رئيس الحكومة كله كان مجرد شعارات كله كان كلام مجرد الكلام موجه للاستهلاك الإعلامي وأن الواقع أنه ما زال نفس الممارسات القديمة البائدة هي اللي واقع الآن. أنه شنو هاد الممارسات؟ أن الدارجة ديالنا اللي دوا تيرعف، باش نقول تيرعف ما تنقصش أي راهما طبقوا معنا العنف، ولكن تيرعفوك بتوقيف الأجور، بالاقتطاعات القياسية من الأجور، بالتهديد بالوعيد بعدم الاستجابة للمطالب اللي خرجوا من أجلها الناس يحتجوا. إذا هذا الأمر هذا للأسف، لذلك تنقول أنه هاد الناس مازال مستمرة في النضال، في الاحتجاج باش الناس يرجعوا لمقرات عملهم مرفوع الرأس بدون قيود أو شروط، وباش نعالجوا هاد المشاكل اللي تعيشوها هاد الناس، وكذلك باش أنه تتم تسوية الملفات العالقة. إذا هذا هو اللي نظمنا هاد الوقفة هذه، وتنقولوا أنه راه على مر التاريخ ما كانش شي ملف اللي تحل بهاد بالزجر وبهاد الممارسات، دائما هاد الممارسات تتزيد تعقد الوضع وتتزيد تأجج الأوضاع وتتزيد الطين بلة كما تنقولوا. الحل يكمن في الإنصات في الحوار في الاستجابة للمطالب، نعرفوا هاد الناس شنو بغاو، وهاد الشيء هذا بهاد الكلمة اللي تنقول ممكن أن يعني نصلحوا التعليم، التعليم يصلح بالإنصات بالاستماع للمتدخلين، شكون المتدخلين؟ الرأس أو العمود الفقري ديال المتدخلين في القطاع الوطني هو الأستاذ، اللي ما استمعناش للأستاذ اللي تيقرر تلن في القسم من غادي نستمعوا وبدرجة ثانية أو بدرجة نفس الدرجة أقول هما المتعلمين والمتعلمات عاد نستمعوا لباقي الأعضاء، لأن هما على من تيدوا هذا الشيء كامل لأنه على الأستاذ وعلى المتعلم. إلا درنا أي إصلاح وهمشنا هاد جوج الأطراف اللي هو الأستاذ المتعلم ودابا ماشي تنهمشوهم دابا تنعاقبوهم تنتقموا منهم
وبالتالي هذا الامر هذا تنقول ماشي باش يسامش على الاصلاح، هذا تيهدم هذاك الشويه اللي مازال في القطاع التربيه الوطنيه، شويه المكتسبات وشويه ديال الثقه اللي مازال هذه الحكومه وبهذه الممارسات تتهدمها وتتجهز عليها. لذلك تنقول حنا نتاسف لمثل هذه السلوكات، تنتاسفوا ان ناس داروا الاضراب ومارسوا حقهم الان موقفون عن العمل، ولكن تنقول ومع ذلك تنقول انه غادي نستمروا في الاضراب والاحتجاجات الى ان يعود كل هؤلاء الاساتذه لمقرات عملهم مرفوع الراس، والى ان يتم الاستجابه لكل المطالب اللي خرجنا من اجلها نهار 5 اكتوبر. قضاء هذاك الاساتذه تيمشيو فيه بشكل فردي، وحنا تنقولوا جميع الخيارات وارده للقضاء للاعتصامات الجزئيه اللي هنا دابا ما كاينش غير هنا في الرباط، ما كاينش غير راه كاين في الرباط، كاين في بني ملال، كاين في اكادير، كاين في سيدي سليمان، كاين في مجموعه من المواقع كاين الاحتجاجات قائمه. وتنقولوا لهم انه هذه الاحتجاجات غتستمر الان، حنا راعينا وخذينا بعين الاعتبار انه دابا كاين الامتحان وما الى ذلك، وتنقولوا ان الخطوات النضاليه غادي نخرجوا هي ندعو عموم نساء ورجال التعليم للانخراط في هذه الاشكال النضاليه والحضور بكثافه سواء في اضرابات او في وقفات او في اعتصامات الى ان يتم ارجاع كل الموقوفين والى ان يتم استجابه لكل المطالب العادله.